بالنسبه للسبب مبدئيا بصفه مبدئيه لغايه ضباط المعمل الجنائي ما يخلصوا يعني التصور المبدئي ان هناك تسرب غاز في شقه في الطابق الارضي لغايه لما نخلص الفحص هيبان نتيجه الفحص النهائي. التصرف اللي تم دلوقتي ان احنا فصلنا الغاز الطبيعي والمية والكهرباء عن العقار. اللجنة المشكلة من المحافظة ومن الحي اوصت باخلاء العقار من جميع القاطنين، وبالنسبة للعقار هيتم ازالته طبقا لتوصية اللجنة المشكلة ان لازم يزال، ان مش هينفع يتساب بالحالة دي ولا هينفع يترمي.